الدواء والدواء هو الغذاء والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء بس بادر بالعلاج يوم هتلقى الصحة تاج والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء هو الدواء الغذاء أصل الدواء والدواء هو الغذاء والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء هو الدواء أبي ماذا بك يا أبي؟ أشعر بجفاف في حلقي يا نادي إبراهيم. نعم. ناويني كوبا من الماء مذابا به قطعة من السكر يا ولدي. أمي أغثيني يا أمي. أبيك سعيد مالك يا سعيد؟ يبدو أنها قد عودت كريست السكر. يبدو أنني أخذت جرعة زائدة من الأنسولين. إبراهيم اتصل بالطبيب فورا. الحقيقة مرض السكر من الأمراض اللي بتنتشر بشكل كبير قوي وخصوصا في المجتمعات المتحضرة. نوع الأكل وطريقة الحياة بتساعد على انتشار مرض السكر. مرض السكر حوالي يمثل حوالي 10% من مجموع الناس، يعني كل 100 عيان ممكن نلاقي 10-15 واحد عندهم سكر سيان دريان أو مش دريان. مرض السكر بيبقى موجود في الأطفال وموجود في الكبار. في نوعين عندنا من مرض السكر، النوع الأولاني اللي هو بيعتمد على الإنسولين وده أكثر وبيبقى في الأطفال، والنوع الثاني ممكن ياخد إنسولين أو ما ياخدش أو ياخد قراص لعلاج السكر وده بيبقى في الناس الكبار. سبب مرض السكر لحد النهاردة ما هوش معروف 100%، إنما بالأبحاث لقوا إن في فيروس معين ممكن يسبب مرض السكر في الأطفال بالذات، نوع من أنواع الفيروسات اسمه كوكساكي، ممكن يأثر على خلايا البنكرياس ويعمل نوع من يعني يبوظها ويظهر فيها مرض السكر. النوع الثاني اللي بيظهر في الكبار اللي هو ما بيعتمدش اساسا على الانسولين لكن ساعات بنحتاج له انسولين برضه، وده نوع من امراض المناعه اللي بتاثر على خلايا البنكرياس برضه، بس في الحاله دي بيبقى في شويه انسولين بيطلعوا برضه من البنكرياس، ساعات بيبقوا قليلين ما يقدروش يشتغلوا وساعات بيطلع انسولين كتير والجسم ما يعرفش يستفيد منها. على اي حال مريض السكر بيشتكي من حاجات تقدر يروح بقى للدكتور بيشتكي من مرض يقول له انا عندي احتمال سكر، بيشرب ميه كتير، بيعمل بول كتير، بيخس في الوزن، بيحس بارهاق، وفي الحاله دي لما يروح للدكتور بالمنظر ده بنبتدي نطلب له تحاليل للسكر، ممكن نحللها له في ساعتها وممكن نحلل له احسن صايم وبعد الاكل في ساعتين. في الحاله دي التحليل بيقول لنا العيان ده عنده مرض السكر ولا ما عندوش مرض السكر ونبتدي معاه العلاج. ممكن حاجات تانية كتيرة تعمل برضو يشرب مية كتير ويعمل بول كتير غير مرض السكر، ودي بتخط عينين كتير قوي، يعني مثلا العيان اللي فيه حالات عصبية العيان يشرب فيها مية كتير قوي ويعمل بول كتير قوي تقال عنده سكر، اللي هيحسم الموقف هو تحليل السكر. في مرض تاني اسمه السكر الكاذب، بيبقى نقص هرمون معين غير الانسولين بتاع البنكرياس، بيشرب العيان الميه كتير وبينزل بول كتير قوي ممكن لحد 10 لتر في اليوم او 5 6 لتر في اليوم. في الحاله دي برضو بنقدر نشخصها عن طريق التحليل، ما يبقاش عنده سكر وعنده حاجات تانية. الحاجه التانية برضو تشرب ميه كتير وتعمل بول كتير زي امراض الكلى. امراض الكلى ممكن العيان يحصل انه عطشان ويعمل بول كتير ويبقى اساس المرض معاه في الكلى مش السكر. مرض السكر في حد ذاته علاجه سهل لو قدرنا نشخص مظبوط والعيان يلتزم بالغذاء ويلتزم بالعلاج. في الحالة دي يبقى سهل جدا علاجه والعيان ممكن يعيش كويس قوي ويعيش حياة متوازنة
زيه زي بقية الناس. المشكلة التانية ان مريض السكر ممكن ما يدراش خالص انه عنده سكر، واللي يعرفها ان هو بيشتكي من احدى مضاعفات مرض السكر. يعني ممكن مثلا يروح لدكتور العينين بيشتكي من عينيه، دكتور العين يشوف القاع العين يلاقي فيها تغيرات سكر، تغيرات سكرية بتظهر بتبان كويس قوي في فحص قاع العين، وفي الحالة بيطلب له تحليل السكر ويكتشف العيان اللي عنده سكر. ممكن يروح لدكتور الاعصاب بيشتكي من تنميل في ايديه وتنميل في رجليه، وما ساعات ما يحسش بيها خالص، ما يحسش بصابع، يحط السيجاره في ايده تلسع السيجاره ايده وما يحسش بيها، او تظهر قرح في رجليه او في ايديه، ويروح للدكتور يطلب له تحليل يطلع عنده سكر وهو مش جريان بيه. وقس على ذلك مشاكل كثيره جدا من تاثيرات السكر على الشرايين بتاعه الجسم. ممكن السكر ياثر في كل حته في الجسم من خلال تاثيره على الشرايين بتاعه الجسم، وفي الحاله دي ضبط السكر بيصلح الحاله بتاعه المريض. ازاي احنا تاني من مشكلات مرض السكر برضو الكبيره قوي ان العين يخش في كوما، يخش في كوما ان الاسيتون على نتيجه اهماله في العلاج، او انه ما خدش العلاج خالص، او زود في الاكل خالص، او اتعرض لالتهاب او ميكروب في جسمه خلى الاسيتون ده يظهر، والتمثيل الغذائي للجلوكوز في جسمه ما يتعملش مظبوط. ممكن يجي له ازمه قلب، يجي له ازمه في شرايين مخه، يخش في الحاله دي في حاله غيبوبه سكريه. الغيبوبه السكريه دي عايزه تدخل سريع وغالبا في مستشفى علشان ياخد علاجه كويس. بنعالج الغيبوبه وبنعالج السبب اللي عمل الغيبوبه. في الحاله دي ممكن العين يتحسن بشويه محاليل كتيره، شويه مضادات حيويه وعلاج السبب عشان يبقى كويس. في اهم من دي كمان نقص السكر. العيان اللي بياخد دواء سكر لازم ياخد باله ان في ميزان بين الدواء وبين الاكل بتاعه وبين نشاطه. الثلاثه لازم يكونوا متزنين مع بعض. لو خد الدواء وعمل نشاط جامد هيحرق السكر ويخش في نقص السكر. لو خد الدواء اكتر من الاكل بتاعه يخش في نقص السكر. ونقص السكر في الحاله دي اللي بنسميها هايبوغليسيميا اخطر من زياده السكر، لان في الحاله دي لازم نلحقه بسرعه جامده جدا، والا يحصل له المخ بتاعه يتعب ويبوظ، والعيال في الحاله دي بيشكي من جوع شديد قوي ورعشه، ويبقى ممكن توصل تطور الحاله لحد لما يخش في غيبوبه. في الحاله دي برضو عايزه تدخل سريع وسريع جدا. عيان السكر لازم يكتب ورقه في جيبه ويمشي بيها يقول انا عندي سكر وباخد العلاج الفلاني والدكتور بتاعي الحته الفلانيه، علشان لو حصل له اي ازمه من ازمات مشاكل السكر او اي ازمه تانية حادث الطريق، لازم الحادثه دي يكون الدكتور قبل ما يعالجه عارف ان عنده سكر ولا ما عندوش سكر. الورقه والبطاقه اللي شايلها في ايده دي بتديله امان تمام انه لو حصل له اي مشكله يبقى الدكتور او الاطباء المعالجين او المستشفى عارفه العلاج. الو دكتور منير، ابي عودته كريزه السكر، ماذا نفعل؟ السكر نوعين، احدهم سكر معتمد على الانسولين وهو النوع الاول، وده اللي بيصيب الاطفال والشباب، وده دلوقتي ثبت انه احد امراض المناعه الذاتيه. يعني الجهاز المناعي بيهاجم خلايا البنكرياس وبيدمر الخلايا اللي هي بتاعت لانجرهانز اللي بتنتج الانسولين، فبالتالي بيصاب الطفل او الشاب بمرض السكر. وده زي ما باين من اسمه انه سكر معتمد على الانسولين، يعني علاجه اساسا بيعتمد على الانسولين. وهنقول الجديد بالنسبه للانسولين الادمي اللي اصبح افيلبل في السوق. النقطه الثانيه او النوع الثاني اللي هو السكر غير معتمد على الانسولين، اللي هو بيجي للناس كبار السن بعد سن الأربعين، وهناك ايضا ساعات بيجي بعد ستريس كونديشنز، يعني بعد الحمل، بعد الصدمة عصبية، بعد حادثة. احيانا بيصيب الكبار السن بعد حاجة معينة او حدث معين يسبب انفعال معين.
الحقيقة العلاجات النوع ده من السكر بتكون ممكن من خلال الأقراص أو الأنواع اللي هي يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم. طب إيه اللي بيحصل لما الإنسولين ما بيطلعش؟ الإنسولين ما بيطلعش من البنكرياس، ده معناه أن المفروض السكر اللي يدخل جوه الخلية علشان خاطر تتحرق وتطلع طاقة، يتحرق السكر ده وتطلع طاقة من خلال الإنسولين، هيفضل بره الخلية. يقوم وجود السكر بره الخلية في تركيز عالي، يقوم يسحب المية من جوه الخلية، يقوم يحصل حاجة اسمها نوع من جفاف الخلية نفسها. جفاف الخلية ده نفسها يحسس الإنسان بالعطش، يقوم الإنسان يشرب مية كتير، يقوم يتبول كتير، يدخل الحمام كتير. طبعا نتيجة ان مفيش طاقة، فالجسم يبدأ يدور من الجلوكوز او الكربوهيدرات، الجسم يبدأ يدور على ايه؟ على البروتينات علشان يكسرها وياخد منها طاقة، يقوم الانسان يخس. طبعا هي دي الاعراض اللي بنقولها، الخسسان ودخول التواليت كتير او عمل التبول بصورة متكررة والعطش، كل دي من اعراض مرض السكر. يبدأ العيان يروح المعمل او يروح للدكتور بيقول له على الاعراض دي، بيطلب له تحاليل. بالنسبة للتحاليل الحقيقة جرى العرف على ان احنا نعمل اللي هو السكر صايم، وبعد الاكل بساعتين بعد نسبة معينة من الجلوكوز 75 جرام مثلا، او ان احنا نعمل المنحنى سكر. دلوقتي الاحدث من كده ايه؟ الاحدث من كده هو تحليل جلايكوزوليتد هيموجلوبين، ان كرات الدم الحمراء لما السكر بيرتفع السكر بيتحد مع البروتين اللي موجود جوه الهيموجلوبين بتاع كرات الدم الحمراء، وهذا الاتحاد زي يعني ما لا ينفصل الا بموت الخلية الحمراء. وده ما احنا عارفين ان الخلية الحمراء عبارة عمرها حوالي 3 شهور، فاذا التحليل ده بيبين لي ارتفاع السكر في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا. ليه؟ لان عيان قد يكون مثلا واخد الدواء جاي لك فبيبقى السكر بتاعه منخفض، قد يكون واكل حاجة لسه وجاي لك فيبان السكر مرتفع. فبالذات مع اللي هو السكر المعتمد على الانسولين اللي هو من النوع الاول اللي هو في الشباب والاطفال، بيفيد جدا ان انا اعمل التحليل ده كل 4 شهور علشان اضبط جرعة الانسولين اللي يجب على المريض ان هو ياخدها. ايضا بالنسبة للنوع الثاني اعمله كل 6 شهور على اساس ان انا اقدر اشوف الموقف ايه بالنسبة للمريض. الجديد الحقيقة في علاجات الانسولين ان اصبح هناك الانسولين الادمي، وهو قبل كده كان الانسولين بيتاخد من الخنازير او من بعض الحيوانات. طبعا اصبح هذا كان بيسبب مضاعفات، منها الحساسية ومنها ان الانسولين الجسم بيحصل له مقاومة ضد الانسولين ده. الانسولين الادمي في ميزة ايضا انه الجسم ما بيعتبروش غريب عنه، يعني ما بيعملش رياكشن او رد فعل ضده، وخصوصا انه نوع من البروتينات اللي الجهاز المناعي ممكن يعتبرها غريبة عليه. الحقيقة طبعا ضغط الدم مهم جدا ان هو يتظبط مع المرض السكر، لان وجدوا ان معظم الناس اللي بيحصل لهم انسولين ريزيستنس او مقاومة العلاج بالانسولين هم الناس اللي ضغطهم بيبقى مرتفع، وعشان كده دي من الحاجات اللي يجب ان احنا ناخد بالنا منها في علاج مرضى السكر. واذا حصل مقاومة من نوع من الانسولين يجب ان انا اغيره فورا، وطبعا باستشارة الطبيب المختص. انا عاوز اركز على نقطة مهمة جدا، ان مرض السكر ما هوش ارتفاع نسبة السكر في الدم، لا، هو عدم القدرة على حرق السكر. لان ممكن قوي الانسان العادي بعد ما بياكل نسبة السكر في الدم بترتفع في خلال ساعة وتوصل الى الحد الاقصى، وبعدين جسمه يبتدي يحرق هذه الكمية من السكر في خلال ساعة اخرى بحيث انه يرجع تاني زي ما كان قبل ما ياكل. ودي الحكمة في اننا بنعمل تحليل دم للسكر صايم وبعد الاكل بساعتين. اذا ارتفاع نسبة السكر في الدم لا يمثل مرض السكر بقدر ما يمثله عدم القدرة
على حرق السكر. مرض السكر من مشاكله ان هو بيخلي العيان دايما جعان وعاوز ياكل كتير، ياكل كتير ولا يستفيد من الاكل. بمعنى انا بشبه للمرضى اللي مسافر وراح يمون بنزين وحط 60 لتر في العربية وخرطوم البنزين اللي واصل من التانك للموتور مسدود، التانك مليان والعربية ما تمشيش. نفس الحكاية بالنسبة للعيان اللي بطنه مليانة وفي نفس الوقت هم بيستفيدش من ده وجعان وعاوز ياكل تاني. في حين اننا اذا نظمنا علاج السكر هياكل اقل وهيستفيد من الكمية اللي كلها دي، فنشاطه هيبقى اوضح وفي نفس الوقت ممكن وزنه يزيد عن العيان اللي عنده سكر مش مظبوط دايما بيخس. ليه دايما بيخس؟ لانه لما ما بيحرقش السكر بيحرق دهون كبديل لاخراج الطاقة اللازمة لجسمه، تكون النتيجة ان الدهون بتتسحب من جسمه والعيان دايما يبقى ياكل كتير ويخس. العيان اللي عنده سكر مظبوط ياكل قليل وممكن يسمن لانه حرق السكر اخذ الطاقة ما زاد عن احتياجه اتحول لدهون وتخزن في الجسم. هذا هو طعامك الذي حدده لك الطبيب. النهاردة مهم قوي اننا نعرف مع العلاج المتخصص هناكل ايه. نقول كلام بسيط كده في الاول ان الاكل هنقلل على قدر الامكان السكريات والنشويات، هناخد دهون بقدر معقول وبروتينات بقدر معقول. لو جينا افتكرنا رقم 2 هنقول ان اقصى ما يمكن ان العيان ياخده هو 2 ملعقة صغيرة سكر في اليوم كله. لو خد معلقة واحدة يبقى كتر خيره، ولو استغنى عن السكر ده واخد السكر الصناعي بكمية معقولة يبقى ظريف جدا. لو قلنا كميات العيش اللي هياخدها العيان، بياخد ربع رغيف الصبح وربع رغيف بالليل ونص رغيف الظهر. السلطة الخضراء بياخد منها بأي كمية وبلا حدود إلا الجزر والبنجر، الاتنين دول فيهم نسبة من السكر وجايز يأثروا عليه. ومهم قوي ان السلطة الخضراء تكون مفيش عليها دريسنج، متحطش عليها لا زيت ولا ممكن قوي شوية ملح ليمونة مفيش مانع، لكن زيوت ودريسنج بالحاجات دي فيها نسبة دهون كتير ملهاش لازمة ابدا. الصبح وبالليل في 4 حاجات مسموح بيهم وفي 4 حاجات ممنوعين. المسموح بيه هو الفول المدمس بالزيت، الجبنة البيضة خالية الدسم اللي هي الجبنة القريش، الزيتون الاسود، بيضة مسلوقة. دول 4 المسموح بيهم. 4 الممنوعين هما العسل الابيض والعسل الاسود والحلاوة الطحينية والمربى. مفيش اكل ابدا بين الوجبات وبعضيها، يعني كوباية شاي وبسكويت وبيتيفور وكوباية ازازة مياه غازية، كل الحاجات دي اضافات فيها نسبة عالية من السكريات والدقيق ومش مطلوب اننا نقرب ناحيتها خالص. في حالة ما اذا كان العيان جعان يحط همه في الحاجات الخضراء، ياكل خصايا، ياكل طماطم، ياخد خيار، ياخد زي ما عاوز، مفيش عندنا اي مشكلة. بالنسبة للظهر قلنا هيبتدي الاول بكوبايتين مية، طبق سلطة خضراء، نص رغيف، طبق خضار مطبوخ ني في ني ما عدا البطاطس والقلقاس، حتة لحمة حمراء أو صدر فرخة ما عليهاش جلدة، أو حتة أرنبة، أو سمكة إذا كانت سمكة مشوية مفيش مانع، إذا كانت سمكة مقلية بنشيل الجلدة اللي شاربة الزيت دي. وبعدين الحلو بتاعنا بيبقى فاكهة، والفاكهة اللي موجودة في الموسم إذا كان برتقان أو موز أو تفاح أو كمثرى أو استفندي حباية واحدة، البلح والعنب بلاش، البطيخ والشمام شقة صغيرة، ويبقى ده الحلو بتاعه. ممكن بالليل ياخد زي الصبح وبدل فنجان الشاي ياخد زبدية لبن بدون وش، وممكن ياخد زي الظهر ممكن ياكل طبق سلطة خضراء وياكل طبق خضار وياكل عيش وياكل فكهاية بالليل. بالنسبة للعلاج ده طبعا بيتحدد بمعرفة الطبيب على حسب نوع السكر وعلى حسب نسبة السكر في الدم، ودايما العيان لازم كل فترة
مرض السكر مرض مزمن بيتعايش مع الناس طول الوقت، يبقى لازم دايما يبقى عيننا عليه. والمشكلة في مرض السكر ان العيان ممكن يبقى ماشي ورايح جاي مش حاسس بأي أعراض، إذا كان شوية تبول بالليل أو ريق ناشف أو بيجوع شوية هو يتعود عليهم، لكن المشكلة الكبرى في مضاعفاته، وإذا حدثت هذه المضاعفات علاجها صعب جدا وفي أغلب الأحيان ليس لها علاج. وفي نقطة مهمة قوي عايز أقولها للناس، إن ما هوش مهم بالنسبة للأعراض نسبة السكر في الدم، يعني اللي عنده 300 زي اللي عنده 170 زي اللي عنده 450، المهم عندنا إن السكر مظبوط للحد الطبيعي أو لا، ومدى المدة اللي مضت على العيان بدون ضبط السكر هو ده المهم قوي في حدوث الأعراض. لو اتكلمنا على الغذاء بتاع الطفل اللي هو عنده السكر، زي ما قلت بالإضافة إلى الإنسولين اللي هو بياخده، لازم الغذاء بتاعه يكون متوازن. ما بنقدرش في الطفل إن احنا نحرمه من السكريات زي ما بنعمل في الكبار، لأن الطفل بينمو بيحتاج السكريات مش بس عشان الحركة، لا بيحتاجها عشان تديله الطاقة عشان بناء أنسجة جديدة. فمدام بيبني أنسجة جديدة يبقى بيحتاج طاقة أكتر، يبقى لازم نديله كميات بسيطة قوي من السكريات. بنديها له ازاي؟ اهم حاجة في غذاء الطفل اللي هو مريض البول السكري ان هو ياخد السكريات والنشويات اللي هي ما تمثلش بسرعة او ما بتمتصش بسرعة، يعني ما ياخدش السكر وياخد العسل كما هو، لا ياخد النشويات زي البطاطس والمكرونة والعيش، خصوصا العيش اللي بالردة، الخضروات دي كلها بتساعد على ابطاء امتصاص السكر او بتقلل امتصاص السكر من الامعاء. لان لو اخد السكريات بنسبة كبيرة او اخدها اللي هي سهلة الامتصاص، هنبص لقى نسبة السكر زادت قوي في الجسم. لكن اذا اخدها على شكل نشويات اللي هو بنقول عليه كومبلكس، ده بيمتص ببطء وبيؤدي الى ارتفاع بطيء في نسبة السكر في الدم، متناسب مع نسبة الانسولين اللي هو بيفرزه البنكرياس واللي هو بياخده عن طريق الحقن. فمثلا اذا لقينا طفل مريض بالسكر، ممكن في الافطار ياخد عيش، العيش اللي هو بالردة مفيد لان الردة بتقلل امتصاص السكريات. ممكن ياخد البيض لان البيض ده فيه بروتينات اساسا. ممكن ياخد كوباية لبن من غير سكر ومنزوعة القشطة، لان برضو الدهنيات مش مستحبة في مرضى السكر خصوصا الاطفال، لان السكر بيساعد على زيادة او ترسيب الدهنيات في الاوعية الدموية. لو جينا للغدا، ممكن ياخد زي ما هو عايز بروتينات اللي هي البروتينات الحيوانية زي اللحوم، او البروتينات النباتية زي الخضروات. ممكن ياخد الفاكهة اللي ما فيهاش سكر كتير، يعني مش مستحب ياخد العنب، لكن مستحب او ياخد التفاح، ياخد الموز، ياخد الكمثرى. وكذلك في الغذاء في العشاء ممكن ياخد الحبوب اللي هي زي السيريالز، او ياخد برضو معها فواكه ما فيهاش سكريات كتير، او ياخد قطعة لحمة او بيضة او جبنة القريش، لان جبنة القريش فيها بروتينات ما فيهاش دهنيات. بجانب كده لازم نلاحظ نشاط الطفل ونلاحظ حالته الصحية، لان اذا الطفل عمل نشاط زائد زي مثلا يكون لعب ماتش كورة او عنده تمرين رياضة، لان مش مفروض نمنعه عن كده، لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، هتعوز كمية اكتر من السكريات، وبالتالي مفيش مانع نديله كمية صغيرة من العسل او معلقة او معلقتين من العسل او من السكر اللي هي بتمتص بسرعة تديله الطاقة. كذلك لازم ناخد بالنا من الحالة الصحية، لو الطفل عنده حرارة او عنده اي مرض برضو ده هيحتاج الى نسبة من السكريات سريعة الامتصاص، كمية صغيرة علشان تديله، لان الحرارة بتحرق بسرعة الدم السكر اللي في الدم وتحرق الغذاء، فبيعوز غذاء اكتر او بيعوز سكريات اكتر عشان جسمه. ونلاحظ ان في الحالات دي برضو نسبة الانسولين تزيد شوية
مع نسبة السكريات أو نسبة النشويات عشان تديله الطاقة المناسبة. ده طبعا مع المواظبة على علاج الطبيب لكمية الأنسولين المناسبة له والمواظبة على الفيتامينات. الطفل المريض بالسكر لازم ناخد بالنا من الفيتامينات وخصوصا فيتامين ب المركب، ده مهم جدا علشان منع المضاعفات وعشان مساعدة في التمثيل الغذائي للجسم، وكذلك الفيتامينات الأخرى زي فيتامين ألف وزي فيتامين سي مهمين قوي للطفل المريض بالسكر. بالطريقة دي ممكن نطمئن ان الطفل ياخد الغذاء المناسب ونتجنب على قد ما نقدر المضاعفات لمرض السكر. الحقيقة بعد ما استمتعنا مع بعض بالحلقة الجميلة دي وشفنا المرض ده ماشي ازاي من حيث اسبابه واعراضه وطرق علاجه المختلفة وطرق تغذيته المختلفة، انا الحقيقة عايز اعرض لكم دلوقتي نظام غذائي لمريض خلال اسبوع. المريض ده هيكون موجود معانا، هيفطر ايه، هيتغدى ايه، هيتعشى ايه. تعالوا مع بعض نشوف هذا النظام الغذائي. الوقاية خير من العلاج إن شاء الله. الغذاء هو الدواء هو الدواء، الغذاء أصل الدواء والدواء هو الغذاء، والوقاية في العناية والعناية مش شفاء، الغذاء هو الدواء هو الدواء.